مفاجأة سبيسانة شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية في هذا الفيديو مع الفنانة بيسان إسماعيل اللي أعلنت عن موعد إطلاق أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم الساحة الخبرية، وبيسان اعتمدت إطلالة صيفية لاقت إعجاب جمهورها. نمر إلى لانا ولين محمد اللي اختفوا عن السوشيال ميديا، ومن المتوقع أنه هنن صايمين في يوم عرفة، حيث كل من لانا ولين نشروا استوريات على صفحتهم بالإنستغرام كان دعاء ليوم عرفة. نمر إلى الفنان السيلاوي اللي أعلن عن انفصاله عن حبيبته، وصرح أنه هو كان عم يجهز لحفلة الخطوبة بس للأسف ما صار نصيب، وعلق والد السيلاوي على هذا الموضوع: إن شاء الله ربي قريبا نفرح بي. وبعدين حطيت راسي ونمت، كان لسه بكير يعني جانا كانت تنتين، فقلت أنه بدي أخذ لي قيلولة افتح عينها. هي قيلولة هي مستحيل. نمت 3 ساعات سو هلا الساعة 5 بغسل وشي بأي شي ولا بحط له كريمات، بس بغسله بالمي وبس. يعني طلع هذا الشي اسمه صيام للبشرة. It's weird. ما كنت بعرف انه البشرة إلا اسم صيام البشرة انه هي كلها يعطيها الاسم.